هاد المقاريف انا بيت بنتي فلان خرجت عليا بنتي نقول لها عرس بنتي نقول لها والو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحق ما كاينش اللي يعطي لي الحق ديال بنتي والو لا اله الا الله محمد رسول الله تطرنا لا 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 ما عرفت راس باش نعقل ولا ما نهبل ولا ما عرفت ولا ما ندير انت هذه يومين انا غادي نهبل. في حادثة اختفاء غريبة تثير القلق والحزن، تختفي امرأة جميلة منذ 4 أيام دون أن يعرف أحد مكانها. يروي والدها القصة بقلوب مليئة بالألم والأسى قائلاً إنه في أحد الأيام جاءت حماتها إلى منزله ومعها أبناء المختفية وتركتهم عنده وقالت له إن أمهم مختفية منذ 4 أيام. هذه الكلمات كانت بداية لكابوس حقيقي. بمجرد سماعه الخبر بدأ الأب في البحث المحموم عن ابنته وبلغ الشرطة فوراً عن اختفائها، إلا أن القلق لم يفارقه وشكوكه بدأت تتزايد حول زوجها حيث اتهمه وأفراد عائلته بأنهم قد يكونون وراء هذا الاختفاء المريب. في مشهد مليء بالتوتر والأسى يتوجه الأب إلى زوج ابنته ويطلب منه بلهفة أن يبحث عنها ويساعد في العثور عليها، إلا أن الزوج يقابل هذا الطلب بالرفض التام ويرفض بذل أي مجهود في سبيل إيجادها. هذا الموقف زاد من شكوك الأب وأكد له أن الزوج قد يكون له علاقة باختفاء ابنته وأنه ربما يخفي سراً كبيراً. تتواصل التحقيقات على قدم وساق والجميع يأملون أن يجدوا أدلة تقودهم إلى مكانها. الأب يعيش في حالة من الترقب والأمل، يتمنى أن يبلغه أحدهم إذا رأى ابنته حتى يعود الأمان والطمأنينة إلى قلوب الأسرة. مشاعر الحزن والخوف تتزايد يوماً بعد يوم في انتظار خبر سعيد يعيد الفرحة إلى القلوب المكلومة.